أولا الطاقة الشمسية في مصر من 2014 وهي في تقدم على مستوى الكباستيز أو القدرات المركبة، وعلى مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وعلى مستوى أيضا إصلاح البنية التشريعية. لكن ككل صناعة حضرتك عارف أن كل صناعة تحتاج دايما إلى ضبط البنية التشريعية والقوانين المنظمة لها، وايضا على حسب المتغيرات اللي بتحكم السوق كسعر الصرف واسعار الكهرباء والتارفس اللي بتتغير طبقا لتغير سعر الصرف، لابد ان يبقى فيه مجموعه من الحوافز والانسنتيفز اللي تقرها الحكومات للمستخدم النهائي للطاقه الشمسيه. في مصر تم اقرار قانون جيد جدا، هو قانون حوافز صناعة الهيدروجين. هذا القانون تم إصداره من شهرين. هذا القانون أعطى مستثمر الهيدروجين في مصر مجموعة من الحوافز، أهمها إعفاء مكونات محطات الطاقة المتجددة ومكونات مصنع الهيدروجين من عدة ضرائب، منها ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وأعطى المستخدم أيضا مجموعة من الحوافز على تملك الأرض وعلى حق الانتفاع في الأرض وعلى الإجراءات الجمركية في الميناء والجمارك، وعلى كمان الداولو تاكس بريك أو مجموعة من الحوافز الضريبية لاستخدام الهيدروجين وإنتاج الهيدروجين. في مجال الطاقة الشمسية، في الطاقة المستخدمة للمنازل والمصانع والقطاعات التجارية، نتكلم على سمول اند ميديوم سولار بلانتس، ودي اللي احنا بنرى انها الاكثر افادة للدولة في قطاع الكهرباء والأكثر حتى في دول العالم اللي سبقتنا بالتجربة. دايما بنلاقي ان الروف توب او المحطات المنتشرة المركبة على أسطح المنازل والمصانع والمولات التجارية هي الأكثر انتشارا، وهي الأكثر اتزانا للشبكة، وهي الأكثر إفادة لقطاع الكهرباء. هذه المحطات اليوم دراسة الجدوى لها نوت فيزابل، يعني غير جيدة نتيجة ارتفاع سعر الصرف وبالتالي ارتفاع مكونات الطاقة الشمسية، وبالتالي العائد على الاستثمار للمستخدم النهائي نوت فيزابل أو غير جيد. إزاي نقدر نحفز المستخدم النهائي على استخدام الطاقة المتجددة وبالتالي نرفع مساهمة مزيج الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المستهلك في مصر، ونقدر نوفر عملة صعبة نتيجة توفير استيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة المتجددة، أو حتى لو عندنا المواد البترولية متوفرة إزاي نقدر نوفر الغاز الطبيعي اللي احنا بنحرقه في محطات الطاقة المتجددة ويبقى مادة خام تقدر نستخدمها في إنتاج مواد أسمدة ونقدر نصدرها بالعملة الصعبة، أو حتى يبقى مخزون للأجيال القادمة. الحوافز بتشمل حزمة من الحوافز تم إقرارها في قانون الهيدروجين، وبالتالي احنا بنطالب بتطبيقها بالمثل. هذه الحوافز مثل إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة من الجمارك، وإعطاء المستهلك النهائي حزمة من الحوافز تتضمن التاكس بريك المستخدم النهائي سواء كان مصنع أو منزل أو مشروع تجاري يقدر يتمتع بإعفاء ضريبي يصل إلى نسبة تساوي نسبة استخدامه للطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة واضح في أستاذ أيمن، مزيد ولكن أنت عندما بتاع سألتك الحل. هناك نقطة بارزة، عندما أول ما سألتك عن التحفيز المقدم جئت على ذكر الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر معناه هو هيدروجين متجه للتصدير، وحقيقة يبدو بأن هناك تحول شهدناه بالرغم من القفزة الكبيرة التي أحدثتها مصر على صعيد الطاقة الشمسية مع بنبان وكل ذلك الذي شهدناه قبل العام 2020، لكن مع زيادة إنتاج الغاز من ظهر ومن حقول أخرى يبدو بأنه كان هناك نوع من الإحساس بالاكتفاء الذاتي بلا الغاز، والتحول الآن إلى مشاريع تصديرية. لكن اليوم مع عودة الأزمة والضغوط على وفرة الغاز وتنامي الطلب على الغاز للكهرباء محليا وللقطاع الصناعي، هل تعتقد بأن الحكومة الآن باتت مقتنعة بأهمية العودة للتركيز على تحفيز الطاقات الشمسية للاستهلاك المحلي؟ أنا متفهم لوجهة نظر حضرتك. طبعا كان في تصور لدى
قطاع كبير في وزارة الكهرباء ان لدينا اكتفاء ذاتي من انتاج الكهرباء، وده حقيقي. والمشكلة الآنية الحالية اللي بتواجه مصر ليست من قطاع الكهرباء على الإطلاق، الكهرباء عندنا محطات كهرباء قادرة على توريد قدرات تكفي مصر مرة وربع، لكن الأزمة كلها في توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، وبالتالي أصبحت الفكرة أكثر وضوحا أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا في مكون الطاقة المستهلكة في مصر سيؤمن هذا الجانب بالتدريج، وبالتالي كان اللقاء والحوارات اللي بتتم بين مستثمري الطاقة الشمسية في مصر والممثلين من شعبة الغرفة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية أو سيدا مع المسؤولين في وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء لبحث كيفية إزالة التحديات نعم، الإدارية والإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمر او المستخدم النهائي للطاقه الشمسيه في تركيب وتثبيت محطه الطاقه الشمسيه فوق سطح العقار، سواء العقار ده مصنع او مصنع، وازاي نقدر ان احنا نساعد من جهه الكهرباء، وفي تعاون واضح وفي توجه واضح للمعاونه، وفي نفس الوقت ازاي نقدر على المستوى دراسه الجدوى ازاي نقدر نعم. نحفز ايضا في جعل هذه دراسة الجدوى أو جعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أكثر ملائمة عن طريق زي ما قلنا الحوافز الضريبية اللي هي مش جديدة وموجودة في الهيدروجين وبالتالي تطبيقها سهل. الأمر الآخر هي حزمة الحوافز التي نستهدفها للمستهلك النهائي للطاقة الشمسية، وده مطبق وده أيضا كان توجه من الدولة في وقت من الأوقات وطلب من المجلس التشريعي نعم عن ضرورة البدء في حزمة حوافز لتحفيز المستخدم النهائي للطاقة الشمسية. أمر آخر، النهاردة في ظل ارتفاع نعم التضخم استاذ زايمان، وبالتالي ارتفاع فوائد البنوك أصبحت الفايدة الممنوحة للشركات أو للمستثمر لكي ينشئ محطة جديدة أصبحت الفايدة عالية جدا، وبالتالي بتأثر على دراسة جدوى. أيضا هنا كانت مبادرتنا لإنشاء ما يسمى مبادرة التحول الطاقي أو صندوق التحول الطاقي، وده موجود وموجود بيه في دول العالم وكان موجود في مصر أيضا بالقانون ولم يفعل، أن يبقى في صندوق. هذا الصندوق يمول من طرق سنذكرها بالتفصيل، وهذا الصندوق يمنح دعما للمستهلك النهائي اللي هو بالضرورة يكون مستثمر صغير على سعر محطة الطاقة المتجددة أو السخان الشمسي، وبالتالي أيضا يحفز استخدام الطاقة المتجددة في مجالات متعددة جدا شكرا. وينشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة مما يوفر في فاتورة استيراد المواد البترولية ويوفر أيضا في حصة الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.